Cevap ne? Birinci soru. Dövme. Hocam, yapmayın. Yapmadın mı? Evet. Neden? Lan notla en Şu? mükemmel. ضعت طيب ما لي علاقة هلا نحكي لأمك. اوكي طيب اه ماشي. راح اتركه اذا معناها بعثت لك اياه قبل ما اعرف راح ارجع ابعته. شوف بعته على المجموعة اللي لك على المجموعة بعد جروبات جروب تمام. فيكي أزبرلدن ما كلمة لري والكلمات إن شاء الله حفظتهم. ها أرجيني يا همس كلمات. هدول وين؟ ما طالعين الشاشة؟ دول اشتا بالنار اتش اتش ما اوز اهو اه اك او الاي اقرب اكده ني ازاي لازم ازبر لمن ازاي لازم ازبر لدن تمام سوري منظمة. آخر الدرس راح أسأل هل كنت حافظة ولا مش عارف تنسى. يلا أعطيتك راح كثير الماتماتيك أعطيتك خليني أعطيك فان ديما فيلوس فان مري Ne iş yaptın bugün? طيب ده حليت الشاي لك والنار. سؤال؟ ليش طلع الجواب؟ ها؟ نعم نعم اه ne hocam dedim o soruları yaptın mı؟ حليت الأسئلة؟ أيوة. أول درس بالفن عندك الجزجان نار بلكي تتذكرهم. شو يعني جزجان؟ يعني الكواكب حسب الكتاب اللي أنت رح تاخذه بالمدرسة. فأقول عندي أنا عندي كوكب كم كوكب تعرف؟ تمانية آفرين سكستارة سكستارة جزيجانمز بار نقولهم جزيجان بلش من الماركور الفانوس دنيا مارس جوبيتر دنيا اللي هو الأرض. في عنا الشمس هذا أكبر واحد شوف طالع نصه بس اللي هو يلدز. شو يعني يلدز؟ الكلمات هاي احفظها. يلدز يعني نجمة الشمس هي نجمة تعرف؟ تعرف انه الشمس نجمة مثل النجوم اللي بالسماء.
لكن نحن نشوفها كبيرة الشمس والنجوم الثانية صغيرة. ليش؟ ها باندا نيورون. ها باندا نيورون. لأنه هي أقرب نجمة علينا، فكل ما قرب عليك الشيء، مثلا قلم قربه على عينك شوفها تكبر، بعدها عن عينك تصغر. الشمس كمان مثل النجوم الثانية، حتى في نجوم أكبر من الشمس، يعني الشمس متوسط الحجم، في منهم ذهبي، منهم ذهبيتك، منهم لونهم مافيه، ترى الشمس لونه أبيض تعرف، بس نحن نشوفه أصفر أو برتقالي. ليش؟ لأنه مثلا هاي الكرة الأرضية، ونفترض هاي الكبيرة الشمس، في حوالي الكرة الأرضية الأتموسفير اللي هو الغلاف الجوي، نقول له أتموسفير. احفظ هذول الكلمات تمام. تمام. أتموسفير يعني الغلاف الجوي، هذا الغلاف الجوي يحمي لنا الهواء الموجود، الهواء الموجود عند الدنيا، الدنيا اللي هي الكرة الأرضية اللي نحن عايشين عليها. تعرف اللي نحن عايشين عليها كروية، تعرف مو؟ إيه، فالشمس لونه أبيض لكن نحن نشوفه أصفر، لأنه هنا في غلاف، مثل لما تلبس نظارة سودة شلون تشوف الدنيا، تشوفها سودة صح؟ فكمان الغلاف الجوي يخلينا نشوف الشمس أصفر، لكن هو لونه الحقيقي شو؟ أبيض بياض. طيب معنا الشمس بيريلدس، يعني هي نوع من أنواع النجوم، باقي النجوم نشوفها صغيرة تشيكيرنيو نذان تشوك وزاكتا أولدي لأنه كتير بعاد، لكن الشمس نشوفها كبيرة بيكيرنيو تشوك بيزا أن يكن يلدز، أن يكن يلدز يعني أقرب نجم. طيب جناش سيستمي اسمه، يعني النظام الشمسي، هذا كله الكواكب والشمس نقوله النظام الشمسي. جنيشن با ومن اطراف النار، تعرف انه اطرافه يعني حواليه كل الجزيجالر بيدوروا، تعرف ولا لا؟ يعني هذول كل الجزيجالر يعني كل الكواكب تدور حول الشمس، فلهيك نحن نشوف يعني ندور حول الشمس والأرض كمان تدور حول نفسها، فلهيك نحن بنهار نشوف الشمس بالليل ما نشوف. ليش؟ لأنه يكون دارت الكرة الأرضية للطرف الثاني، صار ظهر الكرة الأرضية للشمس، فيصير عندنا ليل، ولا هو الشمس موجود دائما هر زمان بعد. أنا وضيو زمان ونن اترافن دا يعني حوالين الشمس بليلي يورنجلار دا، يورنجا هدول الخطوط يعني مدار، يعني طريق الجزيجانلار الكواكب. حركة أدان جزيجانلارين ويدولارين كويروكلو يلدزلارين بولندو جök cisimleri topluluğuna güneş sistemi denir. يعني كل هذول في حوالي الكرة الأرضية في شي يدور، شو هو؟ ولنفترض هاي الدنيا الكرة الأرضية، شو اللي يدور حول الأرض؟ القمر. عارفين قمر. فالشمس الأرض اللي نحن عايشين عليه في قمر واحد بعد الأرض، هذا الأرض شايف الثالث واحد، نحن بالمرتبة الثالثة بعدا عن الشمس. أول واحد اللي هو ماركور، ثاني واحد الفانوس، ثالث واحد الدنيا اللي نحن عايشين عليها، رابع واحد المريخ، هم يقولوا مارس. مارس في إلها قمرين، الأرض إلها قمر، هذول الاثنين ما إلهم أقمار. هذول عاد الكبار يجي بعده جوبيتر، هذا الكبير أكبر واحد جوبيتر. فجوبيتر في عنده لهلا يعني دوروا آخر فترة حكوا إنه له 76 قمر يدوروا حوله.
طبعا الأقمار هذه والكواكب والجازيغالار كلها تدور حول الشمس، فهذول كل شيء يدوروا حول الشمس مع الشمس نقول له جنيش سيستمي، مثل ما مكتوب هون جنيش سيستمي يعني نظام الشمسي. جنيش سيستم عندكي الصيف ايش كاينه جنيش تر، يعني كل شيء الصيف. الصيف ايش يعني؟ شوف هذول كلمات كثير مهمة. الصي يعني حرارة، الشك شو يعني الشك؟ لازم تكون تعرف ضوء، يعني عم أقول جناي سيستم ذكي، يعني بكل هذا النظام الشمسي هذا كله، الجازاغانلار والأقمار، كل الضوء والحرارة الجاين جاين إلها هي من الشمس. كايناك يعني مصدره هو الشمس، جنيشتر الصبي الشك كايناك. حتى نحنا لو ما الشمس ما فينا نتحرك، يعني حتى مرات يكون في مطر بس الدنيا مو ليل، يعني نهار انت تشوف كل شيء، فهذا ضوء الشمس. بس يروح الشمس تصير ليل، هذا انت ما تشوف الضوء ابدا. ولا بفضل ضوء الشمس، مثلا هذا الشمس جنيش، هون الكرة الأرضية وهون القمر، فيجي ضوء الشمس يضرب القمر ويعكس علينا، مثل هيك يجي يضرب عليه يضرب عليه، فهو يكون مضوي ونحن نشوفه إنه مضوي، هو مو ما له ضوء. ولا كان ما كان صار شكله مثل الهلال أو نص هلال أو كله مضوي ومرات كله طافي، إذا هو صاحب للضوء كان دائما مضوي. لكن القمر، قمر شو اسمه بالتركي؟ قولوا له اي اي الشكاينة ديل، انه ما انه مصدر للضوء. مين المصدر للضوء والحرارة؟ الجنيش. انا ظن ما الصيفة الشكاينة جنيشتر، عم بقول الحرارة الصي يعني حرارة، والشك الضوء، كاينة مصدر، مصدر الضوء والحرارة هو الشمس. فهمت؟ نكمل. ايش هو اقرب نجم علينا؟ مين اقرب نجم علينا الكرة الارضية؟ ها قمر نجمة، نجم القمر نجمة، ما قلت لك الشمس نجمة. يلدز ايش بير يلدز جنيش الشمس الشمس أينا دنيا يا أن يا كن يلدز جنيشتر. شوف مثل ما حكيت أن يا كن، شو يعني أن يا كن؟ يعني أقرب، يلدز نجمة أقرب نجمة دنيا الكرة الأرضية اللي نحن عايشين عليها. أن يا كن يلدز جنيشتر، إنه أقرب نجمة على الكرة الأرضية هو الشمس. طيب تاني وحدة، جنيش كري شكليندر، شو يعني مبينة؟ شو يقصدوا؟ يعني كري، كره أيوة الأرض لا يعني كرة شكليندر، يعني بشكل الشمس بشكل الكرة، يعني كروية الشكل، نحن نقول كروية الشكل. طيب رأيك الأرض شو شكلها؟ كروي كرة شكل دندر. طيب القمر، قمر كروي كمان كروية، كل شيء كروي، كرة شكل دندر، جناش كرة شكل دندر، دنيا كرة شكل دندر، اي كرة شكل دندر، كله كرة شكل دندر. طيب جناش دورت فيرجل بيش مليار ياشندر، يعني عمر الشمس 4.6 مليار، بيش مليار يل سونرا سونجكتر، هو نار اصلا ومشتعل، بعد 5 مليار سنة بيش مليار يل سونرا، يعني عمرها تقريبا
10 مليار. فبعد 5 مليار طبعا احنا وقتها ما راح نكون، خليك اكتر شيء تضل 100 سنة كمان صح؟ هو ما راح نكمل للمياه يعني، والله افترض هو بعد 5 مليار سنة راح يطفي، راح يموت. يعني النجوم كلياتها هيك، ها تكبر تولد وتكبر وتموت. النجوم الضلع، ترى النجوم الفوق كلياتهم مثل الشمس، يعني كلهم هيك لهم حرارة ويعطوا ضوء مثل الشمس، بس إيش، لأنه كتير كتير بعاد فنحن نشوفهم مثل النقطة صغيرة، لكن هي كتير كبيرة منهم، أكبر من الشمس، الشمس جنبهم كتير صغيرة، مثل حبة رز جنب بطيخة كبيرة. في أحجام للنجمات أكبر من الشمس، يعني الشمس أورتابويدو، أورتا يعني متوسط، في منهم أصغر. طيب بعد 5 مليار سنة، سنجي كتير لأنه راح يطفي، هو نار شغال لأنه سنجي كتير. طيب هاي بير قلنا إنه هي أقرب نجمة على الأرض، في كي يونيش كريشة كندر، إنه هي بشكل الكرة هيج يونيش دورت بيجي الآلتة، عمرها 4.6 مليار، يعني تقريبا خلينا نقول 4.5، عمرها 4.5 مليار. وبعد 5 مليار راح يموت. دورت جنيش الصيفة الشك كاينة مصدر، هي مصدر الشك. شو يعني الصي والشك؟ جنب النار الشك ما تعرف، ضوء والصي قبل شوي حكيت لك إياه حرارة، مو هي تعطينا الحرارة. البراد شلون يشتغل البراد؟ انت لو تقعد بالثلاجة يمكن تموت لا سمح الله يعني، صح؟ بالثلاجة. طيب هاي الثلاجة شلون تبرد؟ شو تسوي؟ بس تسحب الحرارة لجواتها لبرا، بس هيك، مثل انه لما يروح الشمس بالشتوية يبعد، يكون ضوء الشمس قليل، فايش يصير؟ كل شيء يتجمد، يصير بارد كثير بالشتوية، ما تقدر تطلع لبرا لأنه ما في حرارة شمس. فالبراد كمان نفس الشيء، ما يساوي أي شيء، بس يسحب هاي الحرارة اللي جوا لبرا ويتجمد من جوا. فيعني لو ما في شمس كان اتجمد له مثل الثلاجة. يعني لو تروح على جازجان على كوكب بعيد عن الشمس راح تتجمد، لأنه كل شيء جماد ما في حرارة، والإنسان ما يقدر يعيش من دون حرارة. يعني حتى انت اذا حدا يلمسك انت فيك حرارة. طيب جنيش الصيبة ايش كاينة مصدر، انه هي مصدر الضوء والحرارة. نجي على البيش، كلاندığımız enerjinin tümünü güneşten gelmektedir. كل الطاقة اللي نستخدمها كلاندığımız يعني اللي نستخدمها، انرجي يعني الطاقة، تümünü كلها جناشتان قال مكتدر، كلها جاية من الشمس. يعني مثلا أحكي لك الكهرباء، مو طاقة الكهرباء، لو ما الشمس ما كان عندنا كهرباء، لو ما الشمس ما كان عندنا طاقة حرارية حرارة، لو ما الشمس ما كان عندنا طاقة حركية، ما كان قدرنا نتحرك من البرد، كنا تجمدنا يعني. فكل الطاقات جاية من الشمس، في طاقات كمان راح تاخذها لقدام. 6 8 يولو جالاكسي، تعرف الجالاكسي شو يعني؟ لا مجرة. تعرف شو يعني مجرة؟ أو أسامة، لا جالاكسي يعني مجرة. يعني شوف مثلا في مليارات النجوم النجوم والكواكب والأحجار الكبيرة والنيازك كلياتها موجودة مجموعة، مليارات هاي مجموعة، وفي مجموعة ثانية هون مجرات، في مجرة هون مجرة هون. انت تعرف الكون كتير كبير مو؟ وما له نهاية، ما إلها نهاية، يعني لحد الآن العلماء ما وصلوا لنهاية الكون، من وين ما راحوا
ما عم يخلص، ما في نهاية. طيب عندي هون المجرة اللي نحن عايشين فيها، اللي تتألف من مليارات النجوم والكواكب، فاسمها سامانيولو جالاكسي. هاي اللي نحن عايشين فيها اسمها سامانيولو جالاكسي، حتى بالعربي يمكن لو تسأل أبوك يعرف أو أمك. سامانيولو يعني درب التبانة، مجرة درب التبانة. سامانيولو جالاكسي إتشيندا بولنان ياكلاشك، عم يقول تقريبا ياكلاشك في جوات سامانيولو مجرتنا 200 مليار يلدزان بيرتانا سدر. عم يقول من 200 مليار نجمة الشمس وحدة منهم، من 200 مليار نجمة، تخيل 200 مليار نجمة، 200 مليار يلدزان بيرتانا سدر، يعني هي واحدة منهم. تمام، في عندك أي سؤال لهون؟ فهمتهم هذولا؟ طيب يدي Güneş ile dünya arasındaki mesafe yaklaşık 150 milyon kilometredir. Abi kul المسافة بين arasında يعني بين dünya الأرض والشمس، Güneş ile dünya arasındaki mesafe takriben yaklaşık 150 milyon kilometre. يعني كتير 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 بعيدة، مع انه كتير بعيدة نحن نشوفها كبيرة. شلون لو نروح معناها المسافة بين الأرض والنجوم الثانية اللي ما تبين كتير صغيرة، ايش قد مليارات الكيلومتر معناها. فهون انت لازم تحفظ هذول، المسافة بين الدنيا الكرة الأرضية اللي احنا عايشين عليها والشمس يوزالي مليون كيلومتر. طيب نجي على السيكيز. Güneş ışığı dünyaya yaklaşık 8 dakikada ulaşır. Yani الشمس اللي يبعث الضوء على الأرض بده 8 دقائق لحتى يوصلنا تقريبا. يعني أنت لما تطلع على الشمس تطالع إيدك على ضوء الشمس، فهذه جاية، هذا الضوء اللي جاي على إيدك جاية من الشمس من 8 دقائق لحتى وصلتك، لأنه كتير بعيدة بدها وقت لحتى يوصلك. يعني انت مثلا تفكر انه الضوء ما له سرعة، لانه بالبيت بس تشغل اللمبة فورا يشتغل لانه انت قريب عليه. بس الشمس لو مثلا لو هو ما يطفي، لو تطفيه وتشغله بعد 8 دقائق يجي يوصلك الضوء. فهمت؟ يعني بده 8 دقيقة دا ولشر يقلشك يعني تقريبا. طيب 9، Güneş dünyamızdan çok uzakta olduğu için، أبي يقول لأنه كتير بعيد عن الأرض. مين هو؟ الشمس. الشمس لأنه كتير بعيد عن أرضنا كتير görülür، أنه يبين صغير. ولا لو أقول لك هذا الشمس قديش حجم الأرض جنبه هيك؟ كتير كبير ها، بس لأنها كتير بعيدة تبين صغيرة. مثل إنه تروح على الضيعة، في عندكم ضيعة هنيك كان؟ أسامة، مثلا لما تبعد عن البيت أو عن شخص تشوف الشخص صار صغير، صح؟ فهون كمان انت لما نحن لانه بعيدين عن الشمس فهيك نشوفه صغيرة، لكن هي في الحقيقة تشوك بيك كثير كبيرة. جنيشين تشاب، انه تشاب هذا من هون المسافة من هون لهون، هذا تشاب قطر، يعني قطر الشمس دنيانا تشابن يز اون كتدر، يعني قد قطر المسافة من هون لهون للأرض 110 مرات أضعاف. يعني تحط، يعني مثلا هذا الأرض
توصل من هون لهون 110 مرات يعطيك شاب الشمس، يعني الشمس كثير كبيرة جنب الأرض. يوزعون كتطب، يعني شنو هاجميه؟ حجم الشمس دنيان نهاجمين بير مليون وتشوز بين كتطب، يعني حجم الشمس قد حجم الأرض. يعني تجيب كم أرض تحط جوات الشمس؟ 1,300,000 من الكرة الأرضية. فهمت هدول؟ طيب هلا راح أعطيك اكتبهم اكتبهم واحفظهم، أبعت لك إياهم عشان ما أنسى. نص جون درير دمياء ها برضه. إذا ما فتح خبرني، ابعت لك إياه. كم بعت لك إياه؟ أول ملف الرياضيات تحلوه، ثاني ملف للفان بدي مريع العلوم يعني. طيب وين كنا؟ هون. هلأ راح أعطيك أسامي الجازجانلار تحفظهم بالترتيب. أول واحد شو اسمه؟ ماركور، شايفه؟ بعدين فينوس، بعدين دنيا يعني الأرض، بعدين مارس يعني نحن نقول المريخ، بعدين جوبيتر اللي هو الزحل، بعدين ساتورن، ورانوس، نبتون آخر وحدة. كان في قبل على زمننا في بلوتو، بس بعدين طالعوه لأنه قال بلوتو مو جزيجان، مو كوكب لأنه صغير، فطالعوه منه صاروا 8: ماركور، فينوس، دنيا، مارس، جوبيتر، ساتورن، أورانوس، نبتون. اقرأهم أنت كمان. بس ما راضي يفتح الكاميرا، شو هو؟ أنا ما قربت. آه تمام، ببعث لك إياه كملف. يلا أنت اقرأ هلا. ماركر، فينوس، دنيا، مارس، جوبيتر، ساتر، أورانوس، نبتون، دير. نبتون در يعني يكون، در يعني يكون. المهم هي اسمها نبتون. طيب احفظهم بالترتيب هدول ايش؟ جازاجان لارين جنيشا اولان وزاك لكلر، يعني بعدهم عن الشمس. شوف مثلا افتح لك اياها. اكتب جازجان لار يطلع لك صورهم كلهم. ها شايف؟ اول وحدة ماركور، ثاني وحدة فانوس، هاي بالانجليزي طبعا، انت احفظ بالتركي. هنشوف اكبر وحدة. هاي الصورة مبينة عليك؟ هاي لا لا تهتم. ها مبين أكبر الشيء يبين، شايف؟ هدول أحجامهم الحقيقية. شوف هذا الشمس، الجناش، ها ماركور، فانوس، دنيا، مارس، شايف جوبيتر كيف كبير؟ أكبر منهم كلهم. جوبيتر، أورانوس، ساترون، أورانوس، نبتون، آخر وحدة نبتون، شايف لونه أزرق. هاي أم الحلقة اسمها ساترن، حلقة صبع، حلقة صبع يعني إلها حلقة. شوف هاي الشمس وهدول الكواكب، هدول بعدهم، فأنت احفظهم بالترتيب. الله أظن.
ها تمام، نزل عندي حبعت لك اياه. شو اسمه الملف؟ حبعته على المجموعة، فالمجموعة لك. بعثت لك اياه، بعثت مسحت الرابط. يلا نكمل. فهمت هذول؟ طيب هذا مطلوب منك، وهذول ترجمهم كمان تمام عشان تحفظهم. جزيغان لار هون عاد يعطوا الجزيغان لار. جزيغان لار يعني الكواكب. بير يلدزن اترافنضا انه حوالي النجمة. دونان بيكوك جسم ليرنا جزيغاندن. دونان شو يعني؟ دنيو دونان يعني دونان يدور. شوف الجزيغان ليكو ليش رحت على النت دورت ليكو مكتوبين هون. ميركوري فينوس دنيا مارس، أربعة داخلية إتش جازاغان، إتش يعني داخل، والخارجية ضش جازاغان. لا نقولهم جوبيتر ساتورن أورانوس نبتون. أكثر وحدة حلقتها موجودة هي ساتورن. أكبر وحدة مين؟ جوبيتر. هاي أصغر وحدة مين؟ ماركر. نحن على أي وحدة عايشين؟ دنيا، دنيا اللي هي الكرة الأرضية. طيب هذول الجزجان كلياتهم ليش سموها جزجان؟ لأنه يدوروا حول الشمس. بس دار حول الشمس وكان حجمه كبير ويدور حول نفسه ويدور حول الشمس نقول عنه جزجان يعني كوكب. بيك جوك جسم ليرنا، جوك جسم يعني جسم فضائي موجود بالفضاء. هو هاي الأجسام الكبيرة انقلها جازاغان، جازاغان نينر باك فور يازم الشر. طيب بعدها جازاغان لارسون مش قتل، مش قتلش مش شاني جازاغان لار يعني الكواكب. سون مش طافين، ما في ضوء ما في نار. قتلش مش يعني صايرين قطي يعني صلب. قطلاش مش يعني صايرين صلبين. تشيفريسنه حواليها يعني الصبي الشك ساتش مايان انه ما بيطاير منهم الضوء والحرارة. جوب جسم نريدر انه هي اجسام. جوب يعني سماء، اجسام سمائية فضائية. شو بيساووا؟ ما بيعطوا لا ضوء ولا حرارة، مو مثل الكرة الأرضية، مو مثل الشمس. برضه قناش جبدي هن شلون هن بيدوروا حول نفسهم، بيدوروا حول الشمس. هندي اكسيني اترافندا دنيو قناش اترافندا دولانيور. ليك هدول الجملتين بدي منك اياهم تمام. الجزاجانلار شو بيساووا؟ كاندي اكسني اترافن ضا كاندي اكسني اترافن ضا دونر انه يدور حول نفسه حول محوره. كاندي كاندي يعني نفسه، اكسان يعني محور. كاندي اكسني اترافن ضا دونر شو يعني محور؟ يعني هاي الكرة الأرضية مثلا، هذا شيء وهمي بس مشان الطالب يعرف. هو ما يدور هيك بشكل دائري، لا شوي منحني، يدور هيك حول هذا الخط اللي هو نقوله منحني. يدور حول هذا الخط مو بشكل أفقي هيك يدور، يعني مثلا يدور حول العصاية مثلا، إنه لو في عندي
كرة تدور هيك، لا شوي منحني، يطق يطق يعني شوي نائم مايل. فكان دي اكس يعني هذا الاكس، اطرا فنضا دونار انه يدور، دونار يعني يدور. حتى اللفات اللي نشتريها اذا تشوف بيقولوا عنه دونار، دونار يصير دونار يعني هو يدور، ما هو الشاورما تدور حول السيخ. تمام، هيك يقولوا له دونار. اطراف النار يعني حوله. طيب كان دي اكس يعني اطراف النار دونار، انه يدور حول نفسه. وجنيش اطراف النار دولانر، جنيش يعني الشمس. انه يدور، شوف يدور حول نفسه شيء، ويدور حول الشمس شيء ثاني. فكتابتهم مختلفة، اقرأهم انت هلأ. يلا أسامة، يلا يلا كان دي اف اكسيني اترافن دا دونير يونيش اترافن دا دو لا نور مين هم الجازجان؟ جازجان يعني الكوكب، الكواكب كلياتها تدور حول نفسها وتدور حول الشمس. أنا أظن ما وكم جازجان عندنا، قلنا سيكيز جازجان باردر، سيكيز جازجان باردر مثل ما مكتوب هون. في عندنا 8 كواكب بالجنيه سيستمي يعني بالنظام الشمسي.